طيب بما اننا بقى قاعدين فاضيين ورمضان وكده، فخليني احكي لكم قصه بسيطه حصلت لشركه كبيره قوي. بص انا هبدا لكم الموضوع من البدايه خالص. بص يا سيدي، هو الموضوع كله عباره عن ان يعني كان في طار قديم مثلا، واوي كانت شركه او ما زالت يعني شركه شبكات واتصالات، وعندها يعني حاجات تقنيات بتصدرها لامريكا خاصه بالشبكات والاتصالات وكده. وامريكا جت فتره عليها كده بتدعي ان واوي بتتجسس عليهم من خلال الحاجات دي، او مش واوي نفسها يعني، هي الصين نفسها واخدة واوي كوسيلة للتجسس على امريكا. واوي طلعت نفت الكلام ده، والله يا جدعان ما عملت حاجة والجو ده، والموضوع خلاص خلص واتمات خالص ورجع اتفتح تاني ويعني عادي، قلنا الموضوع هيعدي زي كل مرة. بس اللي حصل بقى ان معداش بقى، يعني انا معرفش ده بسبب تطوير شركة واوي قوي، ان هي بدأت تاخد سوق كبير من الشركات الامريكية مثلا في موضوع الموبايلات. ما اعتقدش ان هو ده السبب، اعتقد ان موضوع السياسة او الحوار بتاع التجسس ده هو السبب. بس برضو في الاول في الاخر هو شركة صينية، فاهم؟ فاللي هو بتاخد من الشركات الامريكية وتصنع وتكبر من عندنا من امريكا وبرضو بيتجسسوا علينا، فاللي هو يعني ايه بقى. فلا يعني احنا من الاخر كده نعمل قرار نخرج واوي من الحوار ده خالص، ونقول لها الله معلش ما فيش اي خدمات من عندنا من امريكا. فده طبعا ادى واول حاجة ان جوجل توقف الدعم عن هواوي. يعني ايه بقى جوجل توقف الدعم عن هواوي؟ عشان الموضوع بس يعني جوجل توقف الدعم عن هواوي معناها ان انت موبايلك الواوي جوجل بلاي مش هيبقى شغال عليه، مش هينفع تبحث كده جوجل بلاي على ببجي مثلا وتنزلها، مش هينفع تنزل جوجل درايف، مش هينفع تسيف صورك على جوجل فوتوز مثلا. كل حاجه بقى، كل حاجه متعلقه بجوجل والسيكيوريتي بتاعها والجيميل مثلا والحاجات دي كلها خلاص والله مش تبقى موجوده على موبايلك. يعني وانا ما انتش حاليا القرار اللي اتاخد ده تم تاجيله ليوم 19 اغسطس 2019. يعني نتوقع، انا مش عارف الموضوع بقى فيه فلوس ودفع غرامه والموضوع خلص وهبقى عملت فيديو على الفاضي، ولا ده يعني بيمهد لهم بس الوضع برضه ما نعرفش بقى. الميت 30 برو كده هيجي بالنظام جوجل عادي يشتغل بيه عادي، يبدروا يعني معاده شويه يقوموا منزلينه عشان يلحقوا اي حاجه. الموضوع مش مجرد كده بقى، يعني الموضوع مفتوح لدرجه ان تخيل اي شركه بتتعامل مع السوق الامريكي هتضطر او هتحذر بقى، فاهم؟ ان هي تتعامل مع واوي علشان السوق الامريكي ما يقومش عامل معاها نفس الحركة. يعني مثلا شركة لايكا ولا شركة اي حاجة من الشركات اللي بتتعامل مع واوي، لما تيجي خلاص بقى بروجكت جديد ويلا بينا يا رجالة وبتاع، لا صح يلا بينا، إيه انت خلاص ما عدتش تبع السوق الامريكي، انا مش ههزر مع ترامب يعني، فاهم؟ والله يعني ممكن برضو لو شلنا حتة العواطف على جنب شوية، ممكن فعلا يكون الصين وواوي بيعمل حاجة زي كده، ما عنديش علم، بحس الصينيين خبثة كده مش عارف ليه. بس اللي انا اتوقعه وبعض الناس بتقوله ان حصل الموضوع ده قبل كده مع كذا شركه، وترامب بيبقى غالبا عاوز فلوس، فاهم؟ فاللي هو يعني هنزنق عليهم شويه عشان يدوك، عشان يعني يدفعوا غرامه مليار دولار ولا حاجه، كلام فارغ يعني عادي. يعني هو بصراحه عادي والله، يعني لو مليار دولار بالنسبه لشركه واوي ان هي تخسر الحاجات دي كلها، لا هتدفع مليار واثنين وثلاثه فانت كمستخدم لموبايلات واوي حاليا ما عندكش اي مشاكل خالص، كل حاجه تمام، انت بتستخدم موبايلك هيوصل له ابديتس، هيوصل له كل حاجه عادي جدا، بس لفتره محدوده، موبايلك مش هيختفي فجاه من ايدك، لا هو زي ما هو عادي، بس هيبدا بقى الابديتس ما توصلوش، النظام الجديد والسوفت وير الجديد، اي حاجه هو كانت هتعملها في السوفت وير مثلا مش هتنزل لك، هيفضل زي ما هو معاك حاليا مدى الحياه بقى خلاص، فاهم؟ ممكن برضو ياثر على مبيعاته في يوم، ما اعرفش، الناس بتقول كده، بس انا من وجهه نظري ان ده شيء حصري واكسكلوسيف جدا معاك، ان في عليه اندرويد وشغال جوجل بلاي وتقدر تنزل كل حاجه على موبايل واوي، حاجه زي البي 30 برو مثلا مش هنلاقي بديل ليها حاليا بالاندرويد، او قدام بالاندرويد حاجه بال 50 اكس زون دي ملهاش بدايل من واوي بالكفاءه دي، فاهم؟ فدي حاجه اكسكلوسيف شويه معاك، فممكن تغلى، ما اعرفش والله الموضوع ماشي ازاي يعني. لا بس في حاجه ما حدش اخد باله منها بقى، وهي ان واوي دي شركه صينيه، تمام؟ والصين بيتصنع في حاجات كتير جدا لشركات امريكيه، مثال شركه ابل مثلا بتستورد وبتصنع حاجات في الصين بشكل كبير جدا. فهل ممكن نشوف ان الصين تقف مع واوي ضد يعني، فاهم؟ ضد امريكا، اللي هو لا احنا مش هنصنع للشركات الامريكيه غير لما ترجعوا واوي يتصنع ايه يا عم الفصلان، يتصنع لها من الشركات الامريكيه، فيبقى يعني فاهم بزنس متبادل. اكيد في انتفاع ما بيتم من الصين، من دوله الصين لامريكا،
فهيبقى صعب ان تاخد قرار زي كده لو الصين وقفت مع هواوي ده. لو يعني انا مش فاهم الموضوع كان ازاي ما فيش فيه احتياطات اكتر من كده. يعني ايه شركة هواوي بالسهولة قوي دي تختفي كل المبالغ والحاجات والاعلانات والموبايلات والتقنيات اللي اتطورت خلاص بمجرد قرار من امريكا الموضوع ينتهي؟ لا، المفروض كان يبقى فيه احتياطات، ان شروط مثلا شرط جزائي زي اللي بيحصل في الحاجات العادية. انا ما ينفعش والله انت تطلعني كده، ما ينفعش. مش عارف الموضوع ماشي ازاي بصراحة، بس انا اتمنى ان ده ما يحصلش. طبعا ايا كان بقى ميولك، انت بتحب شركة هواوي ما بتحبش، انا ماليش دعوة بيك. انا ليا دعوة بالتنافس اللي بيتم، ليا دعوة بشركة فضلت تتعب جدا وجو بقى التنمية البشرية وكده. لو هواوي ما كانتش موجودة في السوق بتاع الموبايلات السنة دي، ما كناش هنشوف حاجة زي البي 30 برو والموبايل اللي ب 50 اكس زوم، ما كناش هنشوف حاجة زي الميت اكس من شركة هواوي اللي بالمناسبة هيتوقف عليه الدعم ومش هينزل عليه جوجل باي. وبينه وبينكم انا يعني موضوع ان هواوي تعمل سوفت وير جديد وتطور منه وينافس اندرويد، ده شيء بنسبة 90% مثلا فاشل، لو ما كانش 95 ولا 99% فاشل، لان حصل قبل كده كتير. وبالذات هواوي، يعني هواوي احنا بنتحايل عليها بقالنا 60 سنة تغير السوفت وير، تغير شكله بس ما بتعملش حاجة. ولا يمكن ما غيرتش شكله عشان مجهزة للقنبلة. وعلى فكرة في شيء حزين اكتر، ان الموضوع ده ما يتمش على هواوي بس، الموضوع ده يتم على اونر برضو. يعني شركة اونر ما خلاص بنفس الفكره، هو باين ان شركه اونر منفصله شويه عن هواوي مؤخرا، وانا كنت اتمنى ان ده اللي يتم. يعني كانت هواوي تكمل مسيرتها عادي وتنفصل شركه اونر عنها، علشان لما يحصل حاجه زي كده يبقى ليها رجل تانية في السوق. اللي بيحصل في شيء بديهي جدا، اي حد يوتيوبر حتى مثلا بيعمل قناه وبيحصل يحس ان في خطر عليه، مثلا عامل قناه تانية مسميها سيد ابراهيم فلوجز. فيعني عموما انا حبيت انكد عليكم بس شويه كده، بما ان انا قاعد فاضي مفيش حاجه اعملها. يلا سلام.